كابتن، عايزين ندخل على طول في تفاصيل مباراة النهاردة. بقى عندنا مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري، جماهير منتظرة الكثير من الفريق النهاردة، خاصة طبعا بعد التعادل أمام الداخلية والخسارة أمام أسوان. الناس النهاردة أو الجمهور الزمالك مستنيه نرجع كده نستعيد الثقة تاني مرة أخرى في الفريق. أهمية المباراة أكيد مباراة مهمة صعبة جدا في توقيت قبل مباراة قمة، محتاجين تركيز كويس. النهارده في حاجات ايجابيه كتير، رجوع شيكابالا ورجوع الزناري ورجوع يوسف اسامه نبيه، مؤثر جدا، الثلاثه مؤثرين. شيكابالا ممكن يبقى ورقه رابحه معاكي بره، متهيألي يوسف ممكن ياخد من الاول هو والزناري. تقريبا محتاجين نرجع لطريقتنا الطبيعيه، ان احنا نرجع نلعب بالثلاثه تاني تحت، بين ماتشين بنلعب بطريقه اربعه من تحت، بيخش فينا جوان ما بقاش مركزين كويس. دفاعيا كنا اقوياء جدا قبل الماتش اللي فات، كان تخيلي ان احنا بقالنا مثلا دور كامل داخل مثلا 3 اجوان في الماتشين اللي فاتوا، داخل فينا 3 اجوان. الموضوع يعني المفروض نرجع تاني طريقه اللعب بتاعتنا 3 4 3 ونبدا نشتغل، نحط كل لعيب بتاعه في البوزيشن بتاعه مظبوط، هنبدا نشتغل اكيد الماتش هيبقى بتاعنا. يعني هنتكلم لو انت في كل التفاصيل ديت، في كل الفنيات، في كل الديتيلز ديت، بس عايز اسالك عن فريق الاتحاد. يعني الاتحاد السكندري ماشي بشكل كويس جدا الموسم دوت، في المركز الخامس تقريبا، في المركز السادس، وبيفصلهم 5 نقاط عن المربع الذهبي، فماشيين بشكل كويس جدا الاتحاد السكندري. شايف صعوبة المنافس النهارده ازاي؟ الاتحاد ماشي كويس في بداية الموسم، يعني الأكثرية اللي بنقط اللي جابها أو النقط اللي جابها في بداية الموسم. عندك آخر 3 ماتشات للاتحاد خسران، 3 ماتشات خسران من المصري وإنبي وبيراميدز، عنده 14 جون داخل فيها 14 جون، عنده 12 جون، عنده 18 بونت. متهيألي الفترة دي هو بيعدي بالظروف اللي هو خسران 3 ماتشات وهيلعب الزمالك، هيبقى عنده حافز اللي هو يرجع للانتصارات تاني أو يركز أكتر. محتاج الماتش ضروري جدا ليه برضك، لأن الفروقات قليلة جدا بين النقط، عندك حوالي 5 فرق عندهم 18 بونت واللي تحتيهم هتلاقيه 16 و15، أو ماتش واحد ممكن يخليه من السابع يبقى 11. بالنسبة له ماتش مهم جدا، احنا لازم برضك نركز ونبدا نشتغل على الشغل بتاعنا اللي مستر فريرا محفظه اللعيبه ونبدا نشتغل عليهم. طب لو هنرجع بقى نتكلم في الفنيات زي ما انت كنت عايز تتكلم، لو هنتكلم بقى عن الفنيات، شايف ايه افضل طريقه مستر فريرا يقدر يبدا بيها المباراه النهارده؟ احنا ناجحين في طريقه 3، لما بنلعب ب3 من تحت فلات وبنقفل طول عرض الملعب بيهم، ما بيخش فينا جوان كتيره، وانت في الغالب الفرقه ما يخش فيها جوان اكيد بتكسب، ودي حاجة مهمة جدا. احنا لما بنلعب بثلاثة أربعة ثلاثة بيبقى عندنا مرونة كويسة، ممكن بعد كده بتبتدي تغيري في الملعب بطريقة اللعب الأربعة وترجعي تاني وأنت بتدافعي ترجعي بثلاثة تاني، لما زيزو بيبقى ناحية اليمين بنبدأ نشتغل كويس. عاوزين بس نحط كل لعيب في البوزيشن بتاعه ونبدأ نلعب بطريقتنا اللي احنا بنكسب بيها اللي هي ثلاثة من تحت، دي تفرق معانا كتير قوي. صحيح. طب لو هنتكلم زي ما انت كنت بتقول من شويه، عودة شيكابالا مرة أخرى أكيد دي هتكون فارقة بشكل كبير جدا نفسيا حتى مع اللاعبين، قبل فنيا أكيد فنيا مهم جدا وجوده، بس كمان وجود شيكابالا نفسيا لينا وتأثيره على المنافس أكيد بيكون واضح جدا. غير كده كمان يوسف أسامة نبيه النهاردة موجود، ويعني لو هنتكلم على يوسف أسامة نبيه الفترة اللي فاتت ديت، لأ أثبت نفسه بقى واحد من الركائز الأساسية في الفترة اللي فاتت للفريق. رجوع الاثنين دول النهاردة هيفرق قد إيه معانا؟ يفرق معايا كتير طبعا. بالنسبه لشيكابالا، شيكابالا بالنسبه للاعيبه النادي او اللعيبه الصغيره او اللعيبه الموجوده في الدرجه الاولى دلوقتي، هو اسطوره من اساطير النادي. صحيح. هو بيدي حافز للعيبه، بيدي ثقه للعيبه، وجوده تلامه مع اللعيبه، لمه للفريق، موجود في الملعب او مش موجود في الملعب، هو حافز لكل لعيبه الفرقه. وبالنسبه لاصابه يوسف نبيه، يوسف لعيب كويس جدا، انا مرنت يوسف من سنتين في مدرب 99 ومرنته، هو لعيب كويس جدا ولعيب امكاناته هايله. يوسف اضافه لينا، وزاد 3 ماتشات فاتوا واخد ثقه، بيجيب اهداف، واخد ثقه جامده جدا الماتشات اللي فاتت، رجليه في الملعب هيدي برضك طبعا دفع الفرقه كويسه.